فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. ثالثا، الحكم الشرعي الصادر اليوم على الشيخ يوسف الأحمد. هو أنت أسميته حكما شرعيا، الحمد لله، هذا حكم شرعي قضائي، القضاء في المملكة السعودية قضاء شرعي. فنحن لا نتكلم عن القضاء، لا نتكلم عن الحكم، لكن كل الذي نملك أن نقوله، الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه وأيده ونصره، بعد شهر من الآن بضعة أيام إن شاء الله تعالى يتم له 7 سنين وقد بويع بيعة شرعية ملكا على البلاد وخادما للحرمين الشريفين وإماما للمسلمين. فنقول من برنامجي هذا المقام الأمين، إنني أناشده أي الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه بالعفو عن كثير من إخواننا المعتقلين المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم، في مقدمتهم الشيخ يوسف الأحمد والشيخ خالد الراشد والشيخ سليمان العلوان وكثير من لا تحضرني أسماءهم وكثير من الشباب الذين بعضهم غرر به ووقعوا فيما وقعوا فيه. كلما كان الملك عظيما محبوبا ذا مكانة وضعها الله له في القلوب كما هو واقع الحال عن الملك عبد الله يده الله، كانت المطالب تعلو. فإن السؤال على قدر المسؤول، فإن سليمان عليه السلام لما سأل ربه قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأنه يسأل الله لا يسأل الناس. العفو عن ذوي الجرائم المفسدين يكسر شوكتهم ويقربهم من الناس، فما بالك بالعفو عن أهل الفضل والعلم والصلاح والديانة، أمثال الشيخ يوسف وأمثال الشيخ سليمان العلوان وأمثال الشيخ خالد الراشد وأمثال غيرهما، وكثير من الشباب الصالحين الذين كانوا يوما من الدهر تملأ بهم جنبات الحرمين لكنهم اختطوا طرقا إما ضلوا بها أو غرر بهم أو ما إلى ذلك. فالقضاء قلت قضاء شرعي، لكن مع ذلك جانب العفو جاء ممدوحا في القرآن، ممدوحا في السنة، له أثره على الناس. ومناسبة مرور 7 أعوام على بيعته أيده الله أي الملك عبد الله مناسبة عظيمة. لا أظن أن رجلا في مقام الملك عبد الله يقبل أن تمر دون أن يكون منه شيء يقدمه للناس يليق بمقامه الذي أعطاه الله إياه. فالرجل كتب الله له القبول في بلادنا وخارج بلادنا، وأجمع على حبه الكثير من أهل الخير والفضل والصلاح داخل بلادنا المباركة وخارجها، لما أتاه الله جل وعلا من شجاعة أدبية ومن عاطفة أبوية ومن حب للخير للناس ومن وقوفه مع المظلومين كوقوفه هذه الأيام يده الله مع إخواننا في شعب سوريا وغيرها من مناقبه، كما أن كذلك ولي عهده الأمير نايف وفقه الله تعالى ورعاه هو كذلك عرف بحبه للسنة المحمدية وأنشأ جائزة باسم السنة. ومن كان محبا للسنة وهو كذلك يرجى منه ومن خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله تعالى أن يكون منهما في أيام البيعة مرور 7 أعوام على البيعة الشرعية مثل هذه القرارات التي تبهج الصدور وتفرح الناس وتجمع الكلمة وتسد على الأشرار غوائل الفتنة، ويحفظ الله جل وعلا بها البلاد والعباد، إن ربي لسميع الدعاء. فتح الله عليكم فضل الشيخ.